فلا تجعل البدع تدخل عليك. ولذلك في هذا الزمن عبر وسائل التواصل دخلت البدع بشتى أنواعها وصورها، ولبست في لباس يظن الناس أنها حق وهي الشر. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع رجلا يؤذن في الظهر فيقول الصلاة خير من النوم خرج، لأن هذا المؤذن استحسن، لأن الناس يقلون أو ينامون قبل الظهر، فقال الصلاة خير من النوم كحال ماذا؟ كحال الفجر، فخرج. فقيل له ما الذي أخرجك؟ قال أخرجتني البدعة. ولذلك وذكرنا ذلك في خطب وفي دروس متكررة، لماذا حذر السلام من القصاصين؟ كان بعضهم يخرج ويقول أخرجتني البدعة، هذا القاص مبتدع، لأنه يتكلم بكلام لا أصل له ولا فائدة منه ولا ثمرة، وإنما يحكي حاله وحال نفسه وحال ما يراه دون أن يذكر نصوصا شرعية.